في الحقيقة أنه فتح الأندلس يعتبر حلم قديم، وهو من الآمال التي يعتز بها المسلمون في الحاضر والمستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأملنا في الله كبير أن يأتي اليوم الذي لا نحقق انتصارا في فلسطين، وإنما أملنا أبعد أن نقيء أو نرفع العلم، علم الخلافة، على دولة الفاتيكان وهي روما الآن، تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح القسطنطينية ثم روميا.